السلام عليكم. اليوم نعود الى ملعب عنابه، ملعب 19 ماي بعنابه، اللي نقف على وضعيه ارضيه الميدان اللي لم تتغير منذ بدايه الشان، رغم يعني الكثافه نتاع الاستعمال نتاع المقابلات، وكذلك رغم الامطار الغزيره التي هطلت هذه الايام الاخيره، اليوم والبارح والبارح يعني بدون انقطاع، الأرضية ما زالت على حالها بصفة جيدة جدا، وهذا بفضل شركة ناتشورال جراس التي تقوم بإنشاء هذه الأرضيات في ملاعب كذلك تيزي وزو وملعب نيلسون مانديلا، اللي راهي قائمة بهذا الشيء اللي أنا أنوه بها وأشكرها اللي بصاحبها الجزائري. إذن شركة هي جزائرية ولكن مقرها في فرنسا، وتستعمل تقنية بريطانية. هذه التقنية استعملت من طرف الإنجليز لأول مرة، وكذلك الأرضية تاع هذه تاع عنابة تم يعني العمل بها بتوظيف تقنيين من ايطاليا، هم اللي جاوا يعني وضعوا العشب، وكانت المده تاعهم 3 ايام، لكن الباقي هو الصيانه والاتمام تاع الاشغال. وفيه كانت فيه كذلك انفورماسيون نتاع التقنيين في هذه الشركه اللي سوف تصدر هذه التقنيه الى دول افريقيا، لانه التقنيه هذه تستعمل في الجزائر لأول مرة في إفريقيا، يعني أول مرة تستعمل في إفريقيا استعملت في الجزائر، وهذه ريادة نريد أن نحافظ عليها ونطالب بتطوير القدرات نتاع هذه الشركة، ولما لا خلق شركات أخرى مماثلة في الصيانة وإنتاج هذا النوع من الأرضيات الهجينة مستقبلا. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.